السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام توتي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة اول حلقة في كورس المحادثة اللي هقدمه لكم ان شاء الله على هيئة سلاسل فيديوهات. كل سلسلة هتحوي عدد معين من الفيديوز، حوالي مثلا من 9 ل 10 فيديوهات. انا شايفة ان هي مناسبة، مثلا 10 فيديوهات دول للمستوى الاول، العشرة التانيين مستوى تاني، العشرة مثلا التانيين مستوى تالت، وهكذا. يعني انا شايفة ان هم ملائمين ان هم يبقوا في مستوى معين، بس مش نفس المستويات اللي انتوا بتشوفوها في الكورسز بره، تمام كده؟ طيب قبل ما ابدأ بقول لكم هات القلم والورقة الجميلة وخليك معايا، تمام كده؟ علشان هتتعلم تتكلم ايطالي وانت في بيتك من غير ولا مليم. طيب هنبدأ النهاردة بأول درس في الكورس، وده يعتبر من الصفر لأي حد حابب يتعلم إيطالي من الصفر. بس قبل ما أبدأ طبعا بأي درس أي كلام، هبدأ لكم بالحروف الإيطالية ونطقها على السريع. A B C D A F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. كنت عملت فيديو في الحروف الإيطالية ونطقها بالتفصيل مع ربطها بالمدن. يعني إيه ربطها بالمدن؟ أنت لما بتيجي تعمل سبيلنج لأي كلمة بالإنجليش، مثلا كلمة أنجلا بتقول A N G E L A، تمام كده؟ بس الطلاينة مش بيقولوا كده خالص، الطلاينة بيربطوا كل حرف بالمدن عشان لو أنت مش سامع لا تعرف إن أنا برمز للحرف ده. يعني مثلا دي في مدينة اسمها أنكونا، فده لما يقول لك إيه أنجلا بتتملى A N، لا بيقول لك أنكونا نابولي، أنكونا نابولي، تمام كده؟ فيقول لك أنكونا نابولي جينوفا إمبولي ليفورنو أنكونا. التفاصيل دي أنا سايبها لكم فيديو أنا عملته قبل كده في الحروف الإيطالية وربطتها بالمدن بالنسبة للطلاينة، بلس معلومات أول مرة تعرفوها عن إيطاليا هسيب لكم الفيديو في الديسكريبشن بوكس، اتفرجوا عليه الأول قبل ما تبدأوا معايا في الفيديو ده. صلي على الحبيب الأول، ويلا بينا نبدأ الدرس الأول في سلسلة رقم واحد في تعلم اللغة الإيطالية. ليتسيوني اونو، بريما ليتسيوني، لينكونتري. ملحوظة مهمة، هتكلم عربي في السلسلة دي مع إيطالي بما إن إحنا لسه بنعلم المبتدئين، بس في المستويات الأعلى من كده هتعمد أتكلم إيطالي أكتر، لحد في المستوى الأخير هتكلم إيطالي فقط، مش هتكلم عربي خالص، تمام كده؟ طيب بريما ليتسيوني إنكونترارسي، لي إنكونتري، لي إنكونتري يعني المقابلات. أول درس النهاردة هنتكلم فيه هو انت لما تيجي تقابل حد تقول له ايه بالايطالي، اول مرة تشوف حد تقول له ايه بالايطالي. طيب incontrarsi هو فعل معناه يقابل، incontrarsi. طيب في فورما فورمالي وفي فورما انفورمالي او اميكيبولي، يعني لو انت بتقابل حد بشكل رسمي هتقول له ايه، ولو انت بتقابل حد بشكل ودي هتقول له ايه. نبدأ بالفورما اللي هي الفورمالي، هقول لكم محادثة بتدور بين اتنين وهقول لكم ترجمتها والمفروض نقول ايه. احنا بنقول اللي المفروض نشوفه في المحادثة دي. بونجورنو سينيور كونتي، كومي ستا؟ بيني جراتسيه لي، مولتو بيني جراتسيه، اللي هو صباح الخير يا سينيور كونتي، حضرتك عامل ايه؟ بيرد السينيور كونتي بيقول له كويس شكرا، وحضرتك بيرد عليه يقول له كويس جدا شكرا. هنا احنا لاحظنا في المحادثه دي ان هو اتكلم بلي اللي هي الفورما اللي هي فورمالي. لما تيجي تكلم حد بالايطالي وبتحترمه شويه بتكلمه بلي، لي اللي هو الضمير هي، تمام كده؟ وبتصرف الفعل مع الضمير هي. طبعا احنا عندنا في المصري ما فيش الكلام ده، او في اللغه العربيه ما فيش الكلام ده، بس باللغه الايطاليه كده. يعني مثلا لما تيجي تقول لحد على سبيل المثال كومي ستاي اللي هو انت، تو كومي ستاي اللي هو انت عامل ايه، انما لما بتيجي تحترم حد بتقول له لي كومي ستا، حضرتك عامل ايه. طيب في محادثه تانية بنقولها لما نيجي نقابل حد، تمام كده، ونستخدم الصيغة الرسمية معه. طيب بنقول له هنا مثلا بونا سيرا سينيورا مارتيني، كومي فا؟ أباستانسا بيني جراتسي لي، نونشي مالي جراتسي. يعني ايه؟ يعني مساء الخير يا سينيورا مارتيني، حضرتك عاملة ايه؟
الشخص بيرد يقول اللي هو السينيورا مارتيني بتقول أبستانسا بيني جراتسي، يعني كويسة يعني حلوة تمام، نص نص يعني حاجة كده قريبة من نص نص. أبستانسا يعني إيه؟ إناف يعني أنا كويسة بما يكفي، شكرا وحضرتك أو وحضرتك تمام كده، نونشي مالي يعني ما فيش حاجة وحشة شكرا. طيب إذا دي الفورما اللي هي الفورمالي اللي هو لما أجي أقابل حد لأول مرة بقولها له. نيجي بقى للفورما الأميكية، بولي اتنين صحاب بيتقابلوا بعرفه مثلا، أنا وصديقي مثلا قابلته بعرفه على حد تاني من أصدقائي، ما فيش داعي إن احنا نستخدم صيغة رسمية في الموضوع، اسمها فورما أميكية بولي، جاي من أميكو أميتشيتسيا اللي هو الصداقة أو الصديق. طيب هقرا لكم محادثتين نفس النظام، بتشوفوا الاكسبريشن اللي في المحادثة وانتوا بتستخدموه في حياتكم اليومية عادي. تشاو ماركو، كومي ستاي؟ بينيسيمو جراتسي تو، بانه جراتسيا. ازيك يا ماركو؟ اهلا يا ماركو، عامل ايه؟ حلو جدا، كويس جدا شكرا، وانت؟ كويس شكرا تمام. محادثة تانية، تشاو اما، توتو بانه؟ سي توتو بوستو جراتسيا. تشاو اما يعني اهلا يا اما، توتو بان يعني كله كويس كله حلو، اما بترد وتقول سي توتو بوستو يعني كل حاجه، مش معناها كل حاجه في مكانها لان ترجمتها الحرفيه كل حاجه في مكانها، بس توتو بوستو هو اكسبريشن يعني فولديري او المقصود منه ان كل حاجه كويسه، يعني انا تمام تمام كله تمام بالمعنى المصري كله تمام، جراتسي يعني شكرا. طيب دول لما باجي اقابل حد تمام كده سواء لاول مره او سواء انا بقابله بشكل عام، في الصيغة الفورمال والصيغة اللي هي مش فورمال اللي هو الفورمالي والأميكابولي تمام كده. نيجي بقى ديرا أريفيدرتشي، بمعنى أنا دلوقتي بقول سلام أو مثلا بودع حد أو بمشي، فإيه المفروض إن أنا أقوله لو أنا بقابل حد لأول مرة أو مثلا وبقول له سلام، أو مثلا مش لأول مرة ولا حاجة بس أنا بشوفه وبحترمه في بينا صيغة فورمال وعايزة أقول له سلام بس بطريقة فورمال شوية، ولما أجي أقابل حد من صحابي مثلا وخلصنا القعدة وتمام وعايزة أقول لهم سلام أقول إيه؟ طيب فورمالي بقول أريفيديرلا سينيور كونتي، أبريستو، أريفيديرلا سينيور مارتيني، أدوماني. طيب أريفيديرلا يعني معناها سلام، بس أنا لما أجي أفصص لكم الكلمة هو فيديرا تمام كده يعني بيشوف، الفيربو فيديرا يعني يشوف حد، أريفيديرا يعني هشوف تمام كده، أريفيديرتشي يعني إحنا هنشوف بعض بعدين تمام، ده الترجمة الحرفية، الترجمة الحرفية. وبشيل تشي وبحط لا اللي هي تبع اللي تمام كده فتبقى أريفيديرلا. أنا دلوقتي فصصت لكم الكلمة علشان تفهموها عشان تعرفوا تحفظوها، إنما أريفيديرلا ترجمتها يعني سلام إلى اللقاء وداعا، بس أنا فصصت لكم الكلمة عشان بس تفهموها. أريفيديرلا سينيور كونتي أبريستو، أريفيديرلا سينيور مارتيني أدوماني، يعني وداعا يا سينيور كونتي، أبريستو يعني هشوفك يعني سي يو سون، وأدوماني نفس النظام. نيجي بقى للفورما اللي هي الانفورمالي او اللي هي الاميكيفولي او الفورما اللي هي بشكل عام فورم صداقة او بشكل ودي تشاترا تشاترا، يعني اريفيدرتشي تشي فيديامو، يترد عليه اوكي ادوبو تمام كده، اريفيدرتشي يعني سلام، تشي فيديامو انا اشوفك بعدين، وأوكي أدوبو يعني تمام، أدوبو يعني أشوفك بعدين برضو، أو مثلا أراك فيما بعد باللغة العربية الفصحى، see you later بالإنجليش اتشترا اتشترا. ندخل بقى على ني أو جوري، بمعنى التهاني بشكل عام، وداخل فيها كلام كتير أو مودي دي ديري أو طريقة بيتعبر بيها، مثلا لما الصبح بيجي بيقولوا ايه، لما بالليل بيجي بيقولوا ايه، قبل ما يناموا بيقولوا ايه، لما يهنوا حد بيقولوا ايه. يلا نشوف مع بعض. بونا جورناتا، بون بوميريجو، بونا سيراتا، بون فينا ستيمانا. طيب يعني ايه بونا جورناتا؟ بونا جورناتا دي بقولها مثلا لما انا قابلت حد من صحابي وخلاص شفته وبقوله يلا سلام بقى اتمنى لك يوم سعيد، تي اوغرو بونا جورناتا، انا بتمنى لك يوم سعيد، اذا يوم سعيد.
بوم بوميريجو هي تحيه ما بعد الظهر. يعني مثلا لما احنا بنقول لك ايه صباح الخير ده اللي هو بونجورنو. طب اقدر انا شفت حد بعد الظهر في ايطاليا فبقول له بوم بوميريجو. بوميريجو ده اللي هو الظهر فتره الظهيره. تمام كده بقول له بوم بوميريجو كومي ستاي تشاو مش عارف ازيك عامل ايه. فدي اسمها تحيه ما بعد الظهر. طيب بونا سيراتا يعني مساء الخير هي بونا سيرا او بونا سيراتا. تمام كده بوم فيني سيتيمانا بقولها لما ده معناه ويك اند سعيد او بتمنى لك عطله نهايه اسبوع سعيده. ف تي اوغورو بوم فيني سيتيمانا يعني انا بتمنى لك عطله نهايه اسبوع سعيده. طيب بونا نوتي سوني دورو بقولها لما بشوف حد رايح ينام او انا رايح انام وبقول للحد التاني هو رايح ينام كمان فليلة سعيدة احلام سعيدة تشترا تشترا. فبقوله بونا نوتي سوني دورو. سوني دورو لو هترجمها ترجمة حرفية معناها احلام من الذهب بس انا مش بترجمها كده بالعربي بترجمها بأقرب معنى لينا فبنقول احلام سعيدة. طيب حد مسافر بقول له بوم ديفيرتيمينتو رايح مثلا دريم بارك مثلا او رايح مسافر مثلا شارم يتفسح بوم ديفيرتيمينتو. حد بياكل بقول له بون ابيتيتو. حد مثلا رايح اجازه بقول له واخد اجازه خلاص بعد الدراسه بقول له بون فاكانسا. حد مسافر برضو تاني بقول له بون فياجو. طيب مثلا حد نجح في الامتحان او خد شهاده او اي حاجه عايز اقول له كونجراتوليشن او تهاني بقول له اوغوري كونجراتولاتسيوني. اوغوري كونجراتولاتسيوني. طيب حد عيد ميلاده بقول له بون كومبليانو. طيب حد دخل امتحان ممكن اقول له حاجتين بونا فورتونا ودي ما كتبتهاش ليكم لان هي مش بتتقال كتير وان بوكا لوبو. ان بوكا لوبو هي اللي بيو يعني فورتي بتتقال. ان بوكا لوبو يعني لو انا هترجمها ترجمه عاديه يعني حظ سعيد او بتمنى لك ان انت تأدي اداء كويس. انما لو هترجمها ترجمه حرفيه معناها انت في بق الديب. انت في بق الديب ده الطلاينه بيحبوا الاكسبريشن ده جدا ومستخدم جدا جدا في ايطاليا. وهسيب لكم فيديو كامل في الديسكريبشن بوكس في شرح ان بوكا لوب او انت في بق الديب في دقيقه. شرحتها لكم في فيديو هسيبها لكم في الديسكريبشن بوكس. ارجعوا اسمعوا الفيديو او اتفرجوا عليه. تمام كده وتفهموا ليه بيقولوها ومعناها ايه واتقالت كده ليه وازاي وكده. وبعد كده تعالوا كملوا الكورس. بون ناتالي اللي هو ميري كريسمس اللي هو ميلاد سعيد ده للمسيحيين. بونانو سنه سعيده اللي هو يقول لك على اول السنه كده بونانو بتمنى لك سنه سعيده هابي نيو يير ومش عارف ايه كده. بونا باسكوا الباسكوا ده برضو عيد للمسيحيين يبقى بونا باسكوا اللي هو بتمنى لك باسكوا سعيده تقضيها. طيب ده بالنسبه لكل اليوغوري. بريزنتارسي ده تالت حاجه هنتكلم عنها في الكورس النهارده يعني ازاي تعرف نفسك او تقدم نفسك بس بالايطالي. فورما فورمالي وفورما انفورمالي يعني صيغه رسميه وصيغه غير رسميه. طيب نشوف مع بعض الفورمال هي الفورمالي اللي هي الفورمال. هقولها لكم عن طريقه محادثه. بونجورنو سونو انا. مولتو لييتو سونو انسو بيشيري. طيب بحاول اغير صوتي يعني الرد بقوله والكلام بقوله بصوت تاني عشان تفهموني. بونجورنو سونو انا يعني انا اسمي انا. بيقول لها مولتو لييتو. تمام كده سونو انسو وبترد تقول له بيشيري يعني اتشرفت. طيب في محادثة تانية. بالمناسبة مولتو لياتو يعني سعيد جدا. مولتو لياتو اوكي. طيب نشوف المحادثة التانية. انجينيارة مولتو لياتو سينيور روسي بيشيري. طيب انا انجينيارة انجينيري وبعدها فيرجولا كده او كومة ده معناه ان انا بنادي عليه. تمام كده عشان احنا ما عندناش في الايطالي ياه لما بنيجي ننادي على حد بنكتب الاسم الحد وبعديها فيرجولا او كومة صغيرة زي ما انتوا ما شايفين. لا بريزنتو لسينيور روسي يعني بقدم لحضرتك سينيور روسي. فالانجينيري بيقول له مولتو لياتو سعيد جدا بلقائك. والسينيور روسي بيقول له بياشيري يعني اتشرفت. الصيغه الانفورمالي المحببه لينا كلنا تقريبا. تشاو مي كيامو انجيلا بياشيري سونو روبرتا بياشيري ميو. اهلا انا انجيلا تشرفت انا اسمي روبرتا. بياشيري ميو يعني انا كمان تشرفت اكتر. طيب اخر حاجه واخر محادثه معنا في الكورس. انجيلا
Ti presento Ginevra. Angela, piacere. Ginevra, ciao. طيب أنجلا أنا بقدم لك جينيفرا. أنجلا بتقول بيشيري يعني أنا تشرفت. جينيفرا وجينيفرا بتقول لها أهلا. بس كده كده خلصنا كده خلصنا أول درس في الكونفرسيشن أو الكورس دي كونفرساتيوني. possiamo dire adesso che abbiamo finito la prima lezione prendendo in considerazione gli auguri, gli incontri, come si dice, come non si come si dice, cosa possiamo dire, cosa vuol dire questa espressione, eccetera, eccetera.